نهارك تبوسي فيا باش نتفاهموا. بلا نعطيكم موعد، ما نزيد نقول والو رؤوف، نعطيكم موعد في رمضان في مسلسل ضمة؟ لا لا ما نقولش، في مسلسل عمركم ما شفتوا أدز هذه اللي عطاها لك بكل صراحة. مفاجأة، مفاجأة. باسكو انا قلت لهم واحد الحصه من القنوات، قلت لهم سقسوني فؤاد زاد علاش مطيب على الشاشه ولا، قلت لهم 2023 فؤاد زاد راح يولي بقوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، المسلسلات يعجبكم. راح ندير دور نقدر نقول لكم ساندي في بومو اللي عمري ما لعبته دور جامي شفناك فيه. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. جامي شفتوني مي انايا اللي عيط لي المخرج وتكلمت معاه بدا خزرت 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 خزرت، قال لي راك متردد. قلت له لا لا، قلت له نقبل الدور تي عندي في ليا. وما تخافش تخسر الشعبيه تاعك؟ نو، باسكو كاين حاجه، الممثل سي ان كاميليون. ممثل اليوم يلعب الطبيب، غدوه يلعب بوليس، غير غدوه يلعب حقار، يتبدلوا يتبدل. هذا هو الممثل، هذا هو الممثل الحقيقي بمعنى الكلمه، يتقمص الادوار الشخصيات والادوار كما لازم. نعطيك مثلا في شفيقه، شفيقه انا الدور تاع خو شفيقه عياني عياني. لعبت سيت ان مومون بعد ما جاز كملنا التورناج وجاز المسلسل، البيرسوناج تاع احمد خو شفيقه اثر عليا، وليت من بعد بشويه باش وليت نكونترولي روحي باش تهدد.